السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي بقى في روبوت اوبن سورس. ايه روبوت؟ يعني ايه؟ يعني جهاز بيساعدني في اداء الوظائف اللي انا المفروض ان انا اعملها. مش لازم يكون على شكل انسان، ممكن يكون على شكل مكعب، ممكن يكون على شكل اسطواني، اي حاجة. المهم ان هو بيأدي المهمة اللي ممكن الانسان يشتغلها. اوبن سورس يعني ايه؟ يعني مفتوح المصدر، يعني متاح ليا ان انا اعمله في البيت، متاح ليا ان انا اقدر ان انا اصنعه، مفيش حقوق للطبع. يعني طبعا سلسلة الأبعاد لما نزلت كانت غالية جدا، فلما بدأوا يعملوا أوبن سورس بدأ تقدر إن أنت تصنعها في البيت، تقدر إن أنت تشوف المكونات وتعملها، ما بقاش في سر الخلطة أو سر الصنعة أو الحاجات دي كلها. دي فكرة الأوبن سورس. فأصبح دلوقتي بقى موجود إن أنا أدخل على النت وأروح محمل الحاجات المفروض إن أنا أشتريها وأبدأ إن أنا أعمله. وأوبن سورس يعني شركة سامحة بكده، وسامحة إن أنت تبرمجه، وسامحة بكل حاجة، تمام. فدي طبعا هتقفز قفزه رهيبه جدا في الروبوت. بدل ما فيش حد عارفه غير الناس اللي تقدر تشتري حاجه غاليه جدا، لا بقى في روبوت اهوت. وزي ما انت شايف دي، ان هو يمسك اجزاء معينه مثلا ويبدا يكتب ويرسم، حاجه قويه جدا. يعني دي بقى ممكن بعد كده تبقى موجوده في كل المدارس، ان كل الناس عندها الروبوت دوت، تمام. وخليه يساعدك في الحاجات المملة. الناس بتخلي الذكاء الاصطناعي يساعدها في ان هو يكتب شعر او يكتب قصة، خليه يساعدك في ان هو يكوي لك الهدوم، خليه يساعدك في ان هو يكتب لك الايميلات، خليه يساعدك في الحاجات المملة، خليه هو يعمل الشغل واحنا نستمتع باللعب. ده اللي انا بفكر فيه، ده اللي انا عايزنا نتجه ليه، تمام. يعني مش عايز هو يخش يستمتع بحاجة، لا انا عايز هو يقعد يشوف الحاجات المملة اللي أنا متضايق منها، يغسل هو المواعين، يطبق الهدوم، وأنا بقى أقعد ألعب مع العيال. دي الفكرة، تمام. طبعا في حاجات كتيرة جدا بتدور إن هو بيتعرف على الأشياء. عشان كده إحنا عاملين كورس برمجة مجاني على القناة، تقدر إنت تشوفه إزاي تقدر تبرمج حاجات زي كده، تمام. طبعا هما بيختبروه، بيديله حاجات هو ما كانش اتدرب عليها قبل كده، وخد المفتاح اهو وافتح انت الباب، تمام. حاجات ما شاء الله. طبعا ان شاء الله، يعني ربنا يكرمكم وكل واحد كده يبقى عنده روبوت في البيت، بس يا عم بصوره كويسه.